ما زلنا نتحدث عن هذا الكنز من كنوز السنة وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلب الوصية قائلا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. هذه هي الوصية العظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الغضب يحجب عقلك عن التفكير ويجعل عقلك في حالة من فقدان الوعي، ولكن عندما تحلم وعندما تهدأ وتجعل لسانك وراء عقلك فتفكر وتحاول ألا تغضب، إن كنت واقفا فاجلس، إن كنت قاعدا فقم، إن كنت متكئا فاقعد، وهكذا غير الحركة ثم توضأ واستعذ بالله عز وجل من الشيطان ومن حر غضبك، عندئذ تسكن. وإذا أردت أن تتكلم ساعة الغضب فعد إلى 10، 1، 2، 3، عندئذ يسكن الغضب وتكون إنسانا مسلما سويا. اللهم أبعد عنا الغضب وحره يا رب العالمين.